سيدي رئيس الجمهورية لمباشرة تكريم المتوجين والمتوجات في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة. المتوجة الأولى في الإعلام المكتوب السيدة سامية أبو العلوى، هي صحفية بجريدة الحوار أنجزت روبورتاجاً بعنوان البلوط والخروب، حامي الثورة بالأمس وضمان الأمن الغذائي للمستقبل. يليها في فئة الإعلام التلفزي الصحفي سفيان مقنين، صحفي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري محطة وهران معا نبتكر. هو الحاصل على المرتبة الأولى في الإعلام التلفزي يحظى بشهادة تقدير من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الصحفية إكرام تشتيوي عن فئة الإعلام الإذاعي، وهي الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة الإعلام الإذاعي بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية عن روبورتاج لها أعطوا الفرصة للشباب يبهروا في بناء الجزائر الجديدة، مناصفة مع الإعلامي محمد الأمين بدري. فئة الإعلام الإلكتروني فاز بها الصحفي علي قطاف، وهو صحفي بالموقع الإلكتروني الشباب تي في. تشاطر المرتبة الأولى في الإعلام الإلكتروني مع الصحفي بشير بونوة